بشكر الشركة على المقدمة الجميلة اللي فكرتنا بالأيام اللي طموحات مع نادي الزمالك سواء كلاعب أو طموحاتكم في التدريب مع الجهاز الفني في الفترة اللي اشتغلت فيها في نادي الزمالك. وفي نفس الوقت أنا سعيد جدا برجوعي نادي الزمالك تاني إن شاء الله أكون بشكل جديد. وفي مقدمات خليتني أن أكون موجود في الفترة الحالية بعد ستة أشهر أكلمني. في عندك كم شهر؟ اعتقد ان في حاجات كتير اتغيرت، في مقومات، في مقدمات خلتني فعلا ان اضحي بوجودي في الكورونا بعد تعب كبير في الموسم اللي فات مع المنتخب الاردني، ووصلنا لنهايه استراليا في شهر يناير اللي جاي. كل الكلام ده مقابل مع نادي الزمالك ان يكون محتاجني في وقت من الاوقات، فتره كده محتاجه مصر ان احنا كلنا كل الناس رياضيين، واحنا خلينا على المستوى الرياضي او كره القدم بالذات، ان نسعى ان ننادي رساله ان مصر خير، وان نرجع تاني يبقى في تواجد للجماهير وفي احترام، كل واحد يحترم الخصم او المنافس. يا باشا نزل ممكن تحسن.